تراجع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بفضل نظم توقع الأعاصير وموجات الحر لم يمنع المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة من تجديد تحذيرها من عوامل كثيرة تتمثل في التحديات التي يفرضها التغير المناخي. هذه التحديات إضافة إلى انتشار الأمراض وسوء التغذية، الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه البحار، جميعها قضايا تحتم مضاعفة الجهود الدولية للحد من مخاطرها، وفي مقدمها التهديد الحقيقي لتعداد سكان العالم الذي يتوقع أن يصبح 9 مليارات نسمة في حلول السنة 2050، في حين تشير التوقعات إلى تضاعف نسبة الوفيات في السنة 2030. من جهة ثانية، أوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن الاستجابة لمواجهة الأمراض التي تخلفها الفيضانات والعواصف والأعاصير تتمثل في الاستعداد من خلال الإنذار المبكر ومساكن الإيواء، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في الحد من عدد الوفيات في كوارث مختلفة كتلك التي ضربت بنغلاديش وكوبا. وأظهرت قاعدة بيانات الطوارئ حينها أن 300,000 شخص قتلوا في الإعصار بولا عام 1970، بينما أدى إعصار في العام 91 إلى مقتل 139,000، ليتراجع عدد الوفيات في العام 2007 إلى 3,500 شخص جراء الإعصار سيدر. ووفقا لدراسات أجرتها منظمات تابعة للأمم المتحدة، فإن الفيضانات الأخيرة التي أصابت باكستان كانت بمثابة جرس إنذار يدعو دول العالم إلى اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة على الوضع وعدم التهاون بتأثير الفيضانات الداخلية. حسين شحادي، العربية.